ولكن هناك أيضا المشجعون سيهتفون روسيا روسيا، لكن لا، سيهتفون مصر مصر، لأن روسيا لن تلعب هنا. لكن أعتقد أن المشجعين الروس يزورون مصر أكثر من أوروغواي. بالضبط جدا. مصر مكان للأجازة جيد جدا، والآن عادت الرحلات المباشرة إلى القاهرة، وأتمنى عودتها إلى شرم الشيخ، وتعتبر شرم الشيخ والغردقة منتجعات جيدة جدا في تقييم الروس. هل قمت بزيارتها؟ نعم، شرم الشيخ والغردقة والقاهرة. وماذا أعجبك أكثر؟ البحر الصافي الجميل، الشعب المرجانية، الأسماك المختلفة الكثيرة، واستراحة ممتازة. كما القاهرة أعجبتني أيضا، لها معالم كثيرة ولديها العديد من المتاحف والأهرامات، وبها العديد من المعالم الجديرة بمشاهدتها. بصراحة تفضل زورها مرة أخرى. ضروري جدا، القاهرة أعجبتني كثيرا، فهي مدينة عملاقة للغاية وبها تباين في الثقافة. بالضبط، تباين. لدي ذكريات من أجمل الذكريات عن المدينة، بالإضافة إلى مواطنيكم لديهم حسن ضيافة كبير، كما لدي انطباعات جيدة جدا من التواصل مع المصريين، انطباعات جيدة جدا. تعال مرة أخرى. ضروري، أكيد. شكرا، شكرا، وبالتوفيق للمنتخب المصري. شكرا، والأفضل صعودنا نحن الاثنان، مصر وروسيا. شكرا.